الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: استخدام صور الظلال في التصميم هل يعتبر من استخدام صور ذوات الأرواح؟ الحمد لله، إذا كانت هذه الصورة تأخذ شكل شيء من صور ذوات الأرواح الظاهرية فقط من غير تفاصيل، أي من غير شيء زائد، فأنا لا أرى أنها من جملة التصوير المحرم، ولكنني لا أخرجها عن دائرة وجود الشبهة القوية ووجود الريب فيها، فهي صورة تحمل رأسا وأكتاف وأيدي ورجلين، ولكن لا تحمل أصابع ولا تحمل عينا ولا أنفا ولا فما ولا غير ذلك، فهي ليست بصورة ذوات الأرواح ليست بصورة كاملة، وهي تسمى صورة ولذوات الأرواح، فإذا يتجاذبها شيئان فهي عندي لا بأس بها إن شاء الله، ولكن الأولى والأفضل والأكمل والأبرأ للذمة والأبعد عن الوقوع في الخطر هو اجتنابها، لكن لو فعلت في الحقيقة لا أجد في نفسي شيئا يمنعها المنع كمنع صورة ذوات الأرواح إذا كانت بتفاصيلها ولو بمجمل تفاصيلها. فهذه الصورة إنما هي صورة سوداء كظل، فلا بأس بها إن شاء الله، ولكن في نفسي أيضا منها شيء، والله أعلم.